شايفة ان علاقتك بحماتك ممكن تأثر على جوازك؟ هو انا اكيد هبقى شايفاها زي مامتي، فايا كان هي علاقتي تبقى فيها فدايما هبقى شايفاها ان هي زي مامتي مهما كانت. بقى ايه رأيك في دور الحما في حياة الزوجين؟ انا شايفة ان سواء الحما من ناحية البنت او من ناحية الولد، مفروض هي اللي بتبقى بتهندل المشاكل اكتر، اوكي، وتبقى طرف حياتي. والله الحما للأسف دورها على حسب هي طبيعتها عاملة ازاي، يعني ممكن تكون وحشة قوي وممكن تكون طيبة جدا لدرجة انك انت تحب انك تقعد معاها اكتر من بنتها نفسها. ازاي بتتعامل مع الخلافات اللي ممكن تحصل مع حماتك؟ الحما وغير الحما، يعني المفروض اي خلافات زوجيه تتحل بين الزوج وزوجته، غير كده اهل الزوجه او اهل الزوج بيشيلوا، يعني هم بيتصافوا مع بعض وبيصالحوا مع بعض، لكن الاهالي هي اللي بتشيل، فالاحسن ان احنا ما ندخلهمش في اي خلافات بيننا خالص. على شايفه ان الحما لازم تتدخل في المشاكل بين الزوجين؟ لا، ملهاش علاقه اصلا، يعني ملهاش علاقه ما بين الراجل والست، لان الراجل والست هي خلاص هم متجوزين علشان تبقى ليهم بيت مخصوص فيعيشوا حياتهم وخلاص، يعني يقفلوا على نفسهم باب ومحدش ليه علاقه، لا ابوه ولا امه ولا امها ولا ابوه ولا اي حد.